نظمنا مؤتمر صحفي لتقديم تقرير سنوي حول واقع الحريات في تونس. هذا التقرير يرصد مختلف الاعتداءات والانتهاكات على الصحافة والصحفيين من 3 مايو 2011 إلى 3 مايو 2012، وقسمنا رصدنا معناها هذه الاعتداءات وقسمناها إلى اعتداءات من المؤسسة الأمنية، ثم اعتداءات من رجال السياسة، واعتداءات من مواطنين. لذلك معناها نحن نوثق معناها هذه الاعتداءات حتى نعمل أو نناضل من أجل تجاوزها إن شاء الله في المستقبل. عندنا عدد كبير من الصحفيين في الصحافة الإلكترونية منخرطين في النقابة، وفي الأسبوع الثاني من شهر مايو سننظم ندوة وطنية حول الصحافة الإلكترونية والمشاكل التي تعاني منها الصحافة الإلكترونية، وسنؤسس لجنة داخل النقابة خاصة بالصحافة الإلكترونية والصحفيين الإلكترونيين حتى نعطيهم الفرصة للتعبير عن مشاغلهم الخاصة والمشاكل التي يتعرضون لها يومياً.